بدي اقول لكم اليوم شيء مختلف بالنسبه للزراعه في الكويت. راح اقول لكم قصه الخمس بذرات. طبعا انا رجل مزارع ومن الطفوله مزارع، ومرورا بالمدرسه بالنشاط الزراعي لحد ما بديت يعني في الابداع الزراعي في مزرعتي. فزرعت جميع الاصناف من خضار وفواكه ورطيات حتى النباتات البريه. فعندي امل كبير ان الكويت ارضها طيبه، وعندي امل ان كل شيء يزرع في الكويت. فاستشرت وسالت وقريت ان ليش الكويت ما يعني تكون منتجه لجميع انواع الفواكه. من ايام الدراسه ما كنت مقتنع نهائيا ان الكويت ارض صحراويه، واعتقد الكل عارف هالشيء ان الكويت ارض صحراويه. انا اسميها ارض ساحليه او كويت ساحليه، ما هي صحراويه. الصحراء بما يعني معناها ان تكون على مدار السنه جفاف، هذه تعتبر ارض صحراويه. لكن عندنا ولله الحمد في موسم الشتاء تجي امطار. فكان عندي امل كبير ان الكويت يزرع فيها اشياء غير تقليديه. فكرت اني ازرع القهوه والشاي والهيل والزعفران وجميع انواع الفواكه وشجر البخور، اصناف كثيره. لكن للامانه كل ما سالت قال لو تزرع كان زرعوها اللي قبلك، لو تصير كان زرعوها، لو كذا. كله تكسير مجاديف، كله تقريبا يعني مستحيل. لكن عندي امل وعندي يقين وعندي طموح اني لازم ازرع ولازم اثبت. فللامانه قصه الخمس بذرات في اول انطلاقتي لزراعه هذه الاصناف النادره قال لي واحد من الاشخاص انا اتحداك انك تزرعهم. فللامانه حولت التحدي هذا الى شغله ايجابيه، الى اني اثبت كلمتي واثبت طموحي اني فعلا اقدر ازرعهم واثبت للجميع ان الكويت ارضها طيبه وان الكويت ما هي صحراويه وان ارضها يعني ساحليه، كل الاشجار تنبت تقريبا على معظم الساحل الكويتي. فانطلقت وبديت ازرع شجر القهوه. طبعا قصه الخمس بذرات على شجر القهوه وهي يعني تقريبا على الزعفران وعلى الشاي وعلى كل الاصناف. فطلعت لليمن وجبت شتلات صغيره طولها لا يتعدى تقريبا 15 سنتي، جبت مجموعه بديت عملت حاضنه لهم وبديت اجرب في اول دفعه فشلت، ثاني دفعه فشلت، ثالث دفعه فشلت، رابع دفعه فشلت، خامس دفعه ولله الحمد نجحت. والمشكله ان ما عندي احد يمدني في المعلومات شنو تحتاج هذه النبته، ولكن التجارب هي اللي اعطتني النتيجه. فكان هذا في شخص ما ذكرت لكم للامانه انا اشوفه انه على كثر تحبيطه وتكسيره للمجاديف الا انه ساعدني في الاصرار وبالاستمرار. فلما جبت الشتلات قال لي مستحيل ينبتون لان ارض الكويت ما تناسبهم. فعلا اول اربع دفعات ما تحملوا، خامس دفعه ولله الحمد بدت في الانبات. طبعا بيني وبينه معدل كل ثلاث شهور قال لي ما راح ينبتون، فعلا انبتوا. جيت وقلت له انبتوا، قال لي ما راح يكبرون. بعد ثلاث شهور جيت وقلت له كبروا، قال ما راح يزهرون. فاحباط الى ابعد الحدود. فاصريت على اني اوصل الى هدفي واثبت كلامي واثبت اللي انا كنت قاعد افكر فيه. فلما كبر الشجر على ثلاث شهور وست شهور وثلاث شهور يعني في مراحل نمو النبات، وصلت الاشجار الى الازهار. فقلت له ازهرت؟ قال ما راح تنتج. يعني كنت في وقتها احتاج الى من يشجعني ويقول لي يعني اقل ما فيها انك تحصل يعني شرف التجربه حتى لو فشلت، روح ان شاء الله تضبط، يعني احتاج احد يشجع بكلمه طيبه. فهذا من كثر ما قام يحطمني في تكسير المجاديف اصريت على اني اوصل الى هدفي. وانا عندي يقين ان اي شخص عنده هدف ويستمر راح يفشل ويفشل ويفشل، لكن في النهاية بإذن الله راح يوصل. في النهاية لما قلت له أزهرت قال ما راح تنتج. بعد ست شهور أنتجت، قال ما راح يكون طعمها نفس البن المعروف. فحصدت البن
واخذت منه جزء بسيط وحمصته وتقهويت منه وطلعت نكهتها القهوه الفريش اللي ما مثلها يعني بن لانه فريش. فقال عطني من الانتاج هديه يعني عطني مجموعه قلت حاضر وعلى خشمي. احنا عندنا الكويت معروفه حاضر وعلى خشمي. جيت بعد ما حمصت الكميه اخذت والله منهم 5 بذرات وجيت مخصص اني يعني خصوصي اني اشكره بكثر الاحباط اللي سواه ان احباطك هذا ساعدني على اني اصر على الهدف. وقلت له هذه 5 بذرات 5 بذرات فنجان قهوه ما يسوون. قلت انا ما بيك تسوي فنجان قهوه ولا بيك تلوق القهوه، انا بيك تزرع ال5 بذرات بال5 سنوات تقريبا او 4 سنوات ونص اللي حطمتني فيهم وكسرت مجاديفي، ابيك تزرعهم وراح امدك بالمعلومات وراح اشجعك وراح اقول لك راح توصل ان شاء الله باذن الله الى هدفك اللي راح تحصد منهم البن. وبذاك الوقت احصد البن وحمصه وشوف البن زين ولا مو زين. فهذه قصه ال5 بذرات وكنت يعني دائما اقصها يعني حق عيالي ان يعني لا تفكر ان احد يقول لك انت ما راح توصل، انت مثلا بطيء في الدراسه او ضعيف او كذا. لكن انا عارف ان التشجيع دائما يخلق من لا شيء يخلق اشياء. طبقت هذا المثل والله العظيم طبقته على ولدي ضعيف في الدراسه، وكنت دائما اتصل عليه يعني اتصل على المدرسين واسال وارجع واقول له اقول المدرسين اليوم يشكرونك ما شاء الله انتباهك جدا، طبعا هو منتبه للدراسه بس انا اقول له. فالمدرسين يشكرونك ويقولون ما شاء الله يعني بدا ينتبه وبدا يشد حيله يكتب واجباته. فقمت اعطي التشجيع لحد ما دام فعلا ينتبه ويتشجع. فحنا الشباب تقريبا بشكل عام اعتقد ان الكل عندهم هدف وكل الكل يبي يوصل الى هدفه فيحتاج الى تشجيع. بنفس الوقت المحبطين لا تسمع منهم، طبق عليهم المثل. وفعلا نسيت اقول لكم هذا الشخص بعد ما اعطيته 5 بذرات قلت له طبقت عليك مثل الضفادع. قال لي شنو مثل الضفدع؟ الضفدع ما يسمع وكان طايح بحفر. هذه القصه يعني وهميه او شيء من الخيال ولكن هذه العبره منها التشجيع. فكانوا يضحكون عليه ويقولون خلاص طحت بالحفره راح تموت، لحد ما يعني يقولوا له راح تموت. فتشجعوا لما طلع من الحفره قالوا شلون ما صار فيك احباط؟ احنا قاعدين يعني نقول لك راح تموت. قال ليش انتم ما كنتم تشجعوني؟ ما كان يسمع. فالعبره في التشجيع وفي الهمه في كل المجالات، واعتقد ان الكل عنده هدف والكل يحتاج الى تشجيع ويحتاج الى انه يوصل. وصلت الى هدفي. ابي اقطف ثمار الهدف عقب هذا التعب. طبعا حصدت البن وتشرفت بمقابله صاحب السمو، قدمت له بن كويتي وشرفني واكرمني واهداني وعطاني وما قصر معي كل شيء ولله الحمد. فالحين هدفي هذا عقب ما حصدت منه هذه التجارب لازم يكون مردودها على المجتمع الكويتي. اول شغله انه تعرف ان ارض الكويت انتجت القهوه والشاي والهيل والزعفران وشجر البخور والموز الاحمر والموز الاصفر والرق الاحمر والرق الاصفر وكثير من الفواكه اللي نعرفها واللي ما نعرفها كلها انتجت من الدرجه الاولى. بعد ما انتقلت الى بعد الهدف اني اوصله الى المجتمع الكويتي والخليج بشكل عام لازم انشر الثقافه الزراعيه، ولله الحمد استمريت على نشر الثقافه الزراعيه في كل المجالات في جميع الدوائر الحكوميه والمدارس بنشر هذه الثقافه الزراعيه محاضرات في كل مكان حتى ان اوصل الى هدف ان كل بيت يزرع الحديقه. ما عندك حديقه تزرع الحوش حتى لو كان مبلط، تزرع البلكونه، تزرع الاسطح، زراعه الاسطح، الزراعه المائيه. الزراعه المائيه هي عباره عن بايب وتانكي يدور الماي فيها، البايب مفتوح من فوق، يحطون الشتلات ويقطفون الفراوله ويقطفون الطماط، جدا بسيطه واوتوماتيك وممكن انك تحط عليها كاميرا وتراقبها وانت تحت في البيت وما تحتاج مراقبه، تحتاج الى معلومه عشان تعرف ان هذه زراعه جدا 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 بسيطه. هدفي الحين انتقلت من هذا الشخص الى المجتمع الكويتي حتى ان ينشر الثقافه، نشرت الثقافه ولله الحمد. الحصاد اللي من المجتمع الكويتي هو ان كل شخص فيكم يقدر يزرع عنده في البيت الخضروات والفراوله والزهور والنباتات الطبيه وكل حاجه من لا شيء. اي علبه عندي فاضيه اركنها على الصوب، اي برطمان فاضي اركنها على الصوب لحد ما اجمعهم اللي على قولتهم اعاده التدوير واشتري خلطه جدا بسيطه من المشاتل
وأعبي هذه البرطمانات وأزرع فيهم، سواء كانت بذور أشتريها من المواقع من الإنترنت أو أشتريها من المشاتل شكلات جاهزة، وأخلي الزراعة اللي عندي خالية من المبيدات، خالية من الأسمدة الكيماوية، وأقطف منها يومي. لو نحسب على البيت معدلة باليوم، ممكن يعني تقريبا كذا العائلة 7 أشخاص، من 6 إلى 7 طماطات في اليوم. أزرع تقريبا 7 × 7، وأزرع الفلفل كذلك 7 × 7، وهذه حسبتها جدا جدا بسيطة. أنشأت حساب في تويتر حتى أني أقدر أتواصل مع الناس واللي عندهم مشاكل في الزراعة، وأقدر أني أوصل لهم بأبسط الأمور حتى أنهم إذا صارت عندهم مشاكل زراعية. فولله الحمد، من هدف إلى هدف إلى هدف، وصلت أني أنشر الثقافة الزراعية بشكل كبير، وهذا هدفها. الحين شنو اللي بننتقل إلى الأعمال التطوعية؟ جميع تقريبا شخص عندنا بالخليج بشكل عام ما عنده مشكلة نشتري بدينار 12 شكلة، لكن عنده مشكلة في المعلومة وين أحصلها. وللأمانة ومع احترامي لجميع المشاتل، لو تقول له هذه شكلة موسمية صيفي أو شتوي، أو تقول له مثلا شتوي يقول لك شتوي، تقول هذه الشكلة نفسها صيفي يقول لك صيفي، يعني تسويق وبيع. لكن إذا حصلت على المعلومة إن شاء الله أن يكون مصدر ثقة، وأن هذه النبتة شتوية تزرع من تاريخ فلاني لتاريخ فلاني، يجب تقليمها وكذا كذا، حصلت على المعلومات تقدر تروح في المشاتل تشتري دينارين أو 3 دنانير حديقة صغيرة، وتقطف منها يومي للبيت، سواء كانت ثمريات أو كانت ورقيات أو كانت نباتات طبية، أو حتى لو كانت أشجار ممكن أنها تزرع فوق الأسطح في أحواض. كل نبتة صغيرة تكون في حوض صغير، كل متوسطة في متوسط، تنقل يعني من مرحلة إلى مرحلة. ما يصير أزرع شجرة كبيرة صغيرة في حوض كبير. ولله الحمد بديت أشتغل على الأعمال التطوعية، وآخذ تقريبا من مزرعتي 100,000 شكلة وأوزعها في جميع مناطق الكويت، من الجهرة إلى العاصمة إلى الأحمدي في بعض المناطق، ونوزع من 5 إلى 6,000 شكلة، حتى أن الناس اللي يجون مهتمين تكون فيهم دائما محاضرة سريعة أن هذه شكلات موسمها كذا وكذا، تكون يعني نشر الثقافة. الأصل من هذا الشغلة أن نشر الثقافة وتشجيع أخواني المزارعين على أنهم يبدون ينشرون أو يبدون يوزعون مثل ما وزعنا في الشتلات على أهل الكويت. فعلا بديت أوزع شتلات، كل سنة أوزع 100,000 شكلة مجانية. الأخوان الثانيين بدأوا يوزعون النباتات البرية، وفي بعضهم بدأوا يوزعون النباتات النادرة، وفي بعضهم قاموا يوزعون الزهور على المدارس وغيرها. فهذه تقريبا نشر الثقافة. وبالختام يعني تشرفت ولله الحمد بمقابلة الأمير عدة مرات، وقابلت الملك سلمان طلبني، ونشر الثقافة هذا شيء جدا 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 هدفي على طول، أني يعني أشوف كل بيت يزرع بالأسطح ويزرع في الحدائق وفي المدارس وفي الشوارع، وأن تكون الكويت جدا خضرة. وأختم كلامي بكلمة أتمنى منكم كلكم أنكم تزرعون في بيوتكم، وعلى وعسى إن شاء الله السنة الجاية بإذن الله أن نتواجه في هذا المكان. وأي سؤال في حسابي في تويتر أقدر أساعدكم يوميا في المعلومات الزراعية. وفي الختام أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر صاحب السمو اللي شجعني وشجع الشباب كلهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.